السلام عليكم، كي عاملين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا بألف صحة وعافية وسلامة. اليوم غنوجدوا الخبيزات ديال المقلة او البطبط بطريقة سهلة، ويقدر يعدلها كل واحد حتى المبتدئات، حتى اللي ما كيعرفش يعجن ما فيها لا عجين لا والو. طريقة سهلة، غير كنخلطوا وصافي. غندوزو المقادير. غنحتاجو 2 زلايف ديال الطحين ديال الفورص، يكون شوية مسمد احرش، وزلافة ديال الفينو، وشوية ديال الزيت، ومعلقة صغيرة ديال السكر، وشوية ديال الملح، والخميرة. الخميرة الجهد اللي غيخمر لينا على حسب، لا كنا مزروبين او لا على تيسع ولا، والماء نجمع الخليط. بسم الله على بركة الله. ندوزو الوصفة. غنعملو، غنخلطو في هاد الطاسة هادي دغيا، هاد غنعمل معلقة السكر غي صغيرة باش كيتحمر، وشوية هاد الملح غنعملو في الجانب هنا. معمرنا الملح، الملح كنخلطوه مع الخميرة، وغنضيفو معلقة كبيرة ديال الخميرة الفورية، وحتى المعجونة إلا كانت المعجونة تا هي نعملوها. غنزيد شوية، كيجيو هاد البطيطات هادو كيجيو سريعين، يعني أنا غنعملهم صغار غنعملهم شي كبارين. صافي، والماء نخلطو هيدا. كيجيو فاش شمغو زلاب، ما كنكبو اللي كي يخلطنا هاد الخليط، كيكون خفيف شوية ما كيكونش قاسح. صافي، غنحصلو على هاد العجينة بحال هايدا كتلصق في اليد. صافي، دابا انا من شويه د الزيت في يدي، غنحاول نجمع ليها هكذا. صافي على هذا الشكل، غنغلقوا البواطه ديالنا، ونشدو فيها ونخليوها ترتاح مدة 10 دقائق حتى 15 دقيقة. نتمنى هاد الخبيزات تجربوهم ويعجبوكم، كيجيو رائعين ما شاء الله، كلهم مجعلينها تبارك الله. وما تنساوش الى عجبتكم الوصف، عجبكم وصفاتي، تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. وشكرا لكم جميعا، مع السلامه.